אבל שם בתוך המים הטריטוריאליים של מצרים ניסתה לפנות בחזרה ולזחול, אם אפשר לקרוא לזה כך, לאורך המים הטריטוריאליים אל תוך עזה. חיל הים עלה לספינה, עצר אותה, מוביל אותה עכשיו לאשדוד. עם ה-15 זה יושב ראש המועצה העליונה לתכנון. حماس نؤكد بضرورة التحرك العربي والإسلامي والدولي والحقوقي من أجل لجم هذا المحتل الصهيوني ومعاقبته على ما يقوم به من عربدة وما يقوم به من سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. All the world knows that this peace ship and there is nothing prevented to enter to Gaza, but Israeli not need to see any support for the Palestinian people here in Gaza and want to cut any relation between Palestinian people in Gaza and other people in the Arab countries and Europe countries, because they want to still the Palestinian people here live under a bad situation, under siege, under harsh siege. فمن يقدم على ارتكاب المجازر ضد المدنيين الأبرياء في لبنان وفي غزة لن تردعه نفسه من الاعتداء وأمام العالم على سفينة تحمل مساعدات إنسانية. إنني أود أن أعبر عن الاستنكار الشديد لهذا الاعتداء السافر، وأنا قبل قدومي إلى هذا الموقع قد أجريت جملة من الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية في هذا الصدد للضغط على إسرائيل التي تنتهك القوانين والتي تتحمل المسؤولية عن سلامة الباخرة وركابها. هذا أمر طبيعي منا جميعا أن ندين ونستنكر هذا الاعتداء الإسرائيلي الصارخ. بس هون بحب أقول أنه لو كان هناك حدود برية مفتوحة مع قطاع غزة ما اضطروا هول الإعلاميين يروحوا عبر البحر. لازم أنه نستطيع نوصل إلى غزة من طرق أخرى وليس فقط عن طريق البحر. نحن كلنا بدنا نتحرك من أجل استعادة هؤلاء المعتقلين، لن أقول أنهم أسرى لأنه هاو مختطفين معتقلين. مسؤوليتنا كلنا حكومي ومجلس نيابي ووسائل إعلام أن نعمل على استعادتهم وإعادتهم إلى وطن سالمين. الأمين العام لجمعية الدول العربية عبر موسى ثلاث مرات، وقبل قليل أيضا عودت